إن كستو أن سيب العكس يوفر كريسان سوامر الواحد تلا هذا نيم وران كاغو قلين ويداد وما قشوا مركان ويدا تشيدين إني وران كي ويدكم بقرا ويدكم تشيدين إن ويدا يو يدك شيء هاي ويدين قلين ويدين مركان سورد وان هذي لا كذا نعم هيا سورد كن وابدان دونا أنا جاي حكم جوا دين سورد جد دونا يقول بس سورد جينا نبتي قلية هذا ما سنتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسؤولين تمام الكأس السي خاتمه أي إيش أكوها يحل لغاني دردغي علاذيل واي وضعن هرتوغي ياشا ملايشياد كي إرقاق حسادة أها إي سومالي لان إردوان لغا ساري ديغا ندا إساسي هرتوغي ياشا مامولكا هرقيسا أو أنكوغان عين نتيجة دا چبكي كسو غاري دولان كي يدو قين تي الحندرادة أهايد إي مدادة سيدة بلودة أي كوذين مغالاد اللاس عنو دي حرمت قبل كسول أي حلقان أبابولي يدقال بيلاد سالك كوها يملاشي بيلاديو لو أبابولي يوني دولان كسو قادان ديغان ندا إساسي هدبا سركال کا اسره یه ملیشی بلد که سومالی لان او لگو مگا عبان نوح تانه او خیده دیسه دگال کو تحنید لاس عنود ای سبب و هی چبکی سو گاری ملیشیت که ارگد حسده اح سومالی لان ای مرکل موسا بیه او ای اسکو هی بیهن او احل ساره اسکو دبرید که ابابل دگال او ای کل گلیهن بلها برگ برو دنک کلی هگامی همه ملکه هرگیسا او انو حضل اح لگا مغلین تن يشان إلا باتن كي أغوستو يجب كي سو غاري عيدن كيسا أيا حلي غاني أسو غورو يمغالا دبرو سي ووهغو دولان كبلا هدفك أهي حلي غاني أي كدونيان إن أي كو أسطران عيبها دولهغاني يجب كي دولان كي معقاقن مدعها أي كو سو غادن مغالا دلس عنود هو غاميها مامولك أساسي خاتم استايد وصوماليا مضاني عبدقادر أحمد أو علي فرليه وكدولي يقولوا لها أولاديد أي وضان مامولك هرقيسا أي مالين أون كدب كسو نغشدي سي سفر كي تاريخي غاها وكتغي عاسمد دالك صوماليا مقدشو بوغشو دي رجلين أه وكتغي عيدا مدى حوغاق أساسي كسوغان تشيدها عيدا مدى حقود ديرك أساسي هو غامي فرليه أي أغو بشاري حوغاق أساسي إن يغو هلي دونان غوشة كما دنبايستا ما داما ايسان ايغو دولان كو حين ديگانو آن الهين بلسا ايو تاگي هين دفاع دل كودة ايو دد كودة وحانا او شاگي ان مامول كيسو اي او سو گورو دونان ديگمدا يغوري سا اي عدمدا اساسي وغلا قيبقاتان دفاع ديگان كودة ايو دل كودة با عيدان چابايا وحالو قرطا حقا ايان الهين بيوحو دمودا ظلمي يحب قدو بي سمايا إنه واحد جود بمينو حقنا اللهين دوران بينو دل كنا ودفاعنا أنت بس إنك أنا جمدي أي روح كتيرتو كان كسرني جاي سو عين كماها بلنتي إنه ودفاع بلنتي إنه وامدنيمو بلنتي إنه وجسنيمو بلنتي إنه حويان إن أينان سين فرصة أي دل كنا كده بعتيان ملشيات كايم كماري عرستا إلا صورني وأودينا موسى وأودينا بره درسك وحنولنا نهاي وحي مركي هرة أنو كبار سنعي حاجة إذا أنو كجو أنسنعي إن أنا دحمرين هنو كل فيها إمنك إن وحاسي أيدي فينا إن أنا دحمران وهذا جيدن دل كيجي يدات كيجي يدعان كيجي يعاصمة يدي بربر باو جيتين بركة يدل iyo waxa laga soo kaban karay sanadaha ka baad u geysteen waxa soo dhawo jira baan waxaan ku dhawaaqnay in aanu nabad ku rabno deegaankayaga cid aanan duulan ku ahayn weedaasi haday idin gali weydo waxa idin galaya waa la garanaya inkasto aad si bil aksi u fikiraysaan soomaalidu waxay tiraahdaa niman warankaagu gelin weedaadu ma gasho markaan weeda jeedinaynay waran kale way ku maqnaa way ku jiray in weeda ayuu idin gashay ahay waa idin gali weeyday marka la soo dhawaado hadii la ka dhaanaan haya ciidamada waran iyo saraakiisha iyo gudiyadooda iyo garad cabdisalaan intaba waa ugu mahadnaqaynaa diyaar garowga quruxda badan ee ay muujiyeen ee ay doonayaan in ay inta hadhay deegaankeena dalkeena difaaca kaga qayb qaataan aad oo mahadsantiin hadii la ka dhigaayo socodkeenu waa badan doonaa annaga yara kamidi waa idin soo degi doonaa igoor baan soo degaynaa nabadi geliya aad oo mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
xogayaha warfaafinta ee maamulka SSC Khatumo ayaa maanta kala wareegay idaacad FM mulkiilaha telefishinka caalamiga ah ee Force Somali TV Yasmin Maxamed Xasan oo ugu deeqday maamulka SSC Khatumo munaasabadan oo ka qabsantay hoolka shirarka ee dawladda hoose ee magaalada Laascanood ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha xogayaasha maamulka Khatumo oo ugu horeeyo xogayaha warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada mudane Daahir Cabdirsaaq Axmed iyo xogayaha maaliyadda mudane Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Xambuurse iyo xogayaha ganacsiga warshadaha maalgashiga iyo wax soo saarka mudane Cabdusataar Sheikh Cismaan Cumar iyo Axmed Cali Farax oo ka wakiila telefishinka Force Somali TV ayaana ka warbixiyay qalabka ay ku wareejinayaan wasaaradda warfaafinta ee Sool Sanaag iyo Cayn. Bismillaah. أنا أحمد علي فارح وكيل كجودة تلفزيون عالمي في أو ستيفي كان وكيلة ياسمين محمد حسن دلال ويدو أهم وكيلها تلفزيون ك في أو ستيفي وحان مانتج على هالكنا كجودون سيو وزير ده مامل كأس سي خاتمة وجهر وزير كوفافينته إن كور يشيو إذا عدا إف إم تأه أو إذا عد قوات أه يغلب كيدي ولا مسترا dabcan ayna noqoto beeskii ugu horeeyay ee warbaahinta khaatumo biidni ilaahi kariim ay ku hawlgasho waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan cadeynaynaa qalabkani laga bilaabo daqiiqadan aanu hadlayno saacaddan aanu hadlayno maalintan aanu hadlayno inuu yahay hanti ay leedahay maamulka SSC khaatumo wasaaradda ama wasaaradda warfaafinta ayna ka soo wareegtay daqiiqadan wakiilihii Yasmin Maxamed Xasan waan uga mahadcelinayno si sharaf karaamo iyo cisib leh doorka ay ka qaadatay halgankii deegaanada tan maamulka lagu dhisay soo dhawaysay gudoomiyaha alaabti sidoo kale xogayaha warfaafinta ee maamulka SSC Khatumo oo la wareegay qalabka idaacadda ayaa ka mahadceliyay deeqdan waxtarka iyo miisaan kale ee mulkiilaha Force Somali TV Yasmin Maxamed Xasan ay u hibeysay maamulka SSC isaga oo dhanka kalena bogaadiyay doorkii hormoonnimo ee telefishinka Force Somali TV uu ka qaatay halgankii dheeraa ee dalka lagaga saarayay nidaamkii daalimka ahaa ee uu hoggaaminayay Muuse Biye Cabdi. waxaan maanta si dhammaystiran ula wareegayaa ilaacaddii aan u budig lahayn deegaanadan SSC Khatumo. waxaan halkan uga mahadcelinayaa marar fara badan inanta runtii samaysay deeqsinimada wadaniyadda sida quruxda badan u noqotay qofkii u horeeyey ama koowaadba ku tabarucaysa qalab muhiim u ah maamulka waa Yasmin Maxamed Xasan oo ah mulkiilaha VOS runtiina nagu leh maamuus qadarin taariikhduna ay xusi doonto. marka waxaanu halkan ka cadeynayaa mar kale inaanu qalabkii la wareegnay maamuuskeeda iyo xusitaankeedana si weyn aanu u xusi doono maalinka aanu dhidibada u taagno ilaacadda. aad iyo aad baad mahadsan tihiin. waa u mahadcelinayaa TV-ga VOS aad iyo aad sida quruxda badan aad u qayb qaadateen halgankii intuu socday iyo hortiiba. asalaamu calaykum. isku soo wada duubo qalabka idaacadda oo ka koobnaa idaacad f m mixer antenooyinka warlaliska kabelka antenada iyo dhammaan qalabkii idaacadda oo dhammaystiran ayaa lagu wareejiyey maamulka SSC kuwaase oo qiimo ahaan gaadhaya $10,000 Mareykanka ahi islamarkaana ay ku deeqday mulkiilaha telefishinka Force Somali TV Yasmin Maxamed Xasan. qalabkan ayaana wax badan ka tari doona dhismaha warbaahinta maamulka SSC.